قامت الحملة الوطنية السورية تحت عنوان اللاذقية قلب واحد بتكريم 200 جريح بحضور السيد عمران الزعبي وزير الإعلام ومحافظ اللاذقية اللواء إبراهيم خضر السالم. بدأ اللقاء بوقوف دقيقة صمت إجلالا وإكبارا لأرواح شهدائنا الأبطال، ثم يليه نشيد الجمهورية العربية السورية. بدنا نحمي البلد وبدنا نضل ندافع عنه لآخر نقطة بدمنا ولآخر نفس بصدرنا. كلنا فدا سوريا وأرض سوريا وقائد سوريا. تحية للوطن وقائد الوطن دكتور بشار حافظ الأسد. ألف رحمة لروح شهداء الوطن جميعا والشفاء لجميع الجرحى والنصر لجيشنا بإذن الله. رحمة الشهداء. بتشكر الجيش العربي السوري، بتشكر السيد الرئيس على المكرمة اللي كرمنا فيها. ومن خلال هذا التكريم تم تكريم عددا من الإعلاميين السوريين. يعني أولا أنا أفتخر جدا أن أكون بين هؤلاء الشهداء الأحياء، وهذا مفهوم كبير وكبير جدا. هؤلاء الجرحى ربما يستشهدون في كل يوم، الشهيد ربما يستشهد مرة واحدة، أما الجريح وخصوصا الجريح الذي يعاني من إصابته بشكل مستمر هو يستشهد في كل يوم. هو شرف كبير لنا أنه تجمع اللاذقية قلب واحد دعانا ليكرمنا مع شهداء وجرحى أبطال الجيش العربي السوري. نحن بالنهاية في معركة نكون أو لا نكون، ولكن كنا وسنكون وستبقى سوريا بألف خير إن شاء الله. التكريم شيء جيد، لكن الأهم من هذا التكريم هو أن نتواجد بجانب أولئك الأبطال، أبطال الجيش العربي السوري. فعلا كل ما نقوم به لا يساوي شيء أمامهم، وهذا الكلام حقيقة وواقع. ولكن بكل أحوال كمراسلين حربيين نكون حيث يجب أن نكون، وسوف نكون حيث يجب أن نكون. كنا اليوم في حضرة من كرمونا وليس من قمنا بتكريمهم، الجيش العربي السوري برجاله الشهداء والشهداء الأحياء هم سبب ومبرر وجودنا الآن. لولا وجودهم ولولا جراحاتهم ودفاعهم عن سوريا لم يكن لنا وجود، ولم نستطع أن نأتي إلى لاذقية العرب هذا اليوم لهذا التكريم. من قلب اللاذقية نحيي أرواح شهدائنا الذين رووا بدمائهم الذكية تراب وطننا الغالي. أولا بدي وجه تحية للاذقية، تجمع اللاذقية قلب واحد، وهذا التجمع أثبت خلال المرحلة الماضية أنه قادر على ممارسة دور وطني واجتماعي وأهلي مميز. هذه الفعالية تؤكد ذلك. أنا سعيد أنني كنت موجود هنا وتشرفت وكرمني الله عز وجل بأن ألتقي جرحى الجيش العربي السوري والدفاع الوطني وكل المجموعات الأخرى التي تساند الجيش وتقاتل إلى جانبه وذوي الجرحى أيضا. أنا أدعو كما دعا من سبقني دائما بالمناسبات أو بهذا النوع من الفعاليات إلى أن تتكرر هذه التجربة وتستنسخ حقيقة بإيجابياتها طبعا المميزة، وهي كلها إيجابيات في كل محافظات سوريا، لأن السوريين جميعهم قلب واحد بالفعل وإرادة واحدة وعيش واحد. وشكر الجرحى الحملة على هذه المبادرة التي تثبت أن شباب الوطن أوفياء لمن يدافع عنهم، وأكدوا أنهم ينتظرون فرصة شفائهم للعودة إلى أرض المعركة.